إذن مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من ضواحي قلعة سراغنا، وبالضبط من جماعة سيد الحطاب دوار العزابة. خذ الميكرو الفوق الشريف شوية. اليوم واحد ثلاثة ديال الخوت يقولوا أنهم ضاعوا في الإرث اللي خلى الأب ديالهم، واللي كيقولوا ان استولى عليه الاخ ديالهم الاكبر. غادي يحكيو لنا المشكل اللي وقع بيناتهم من بعد ما توفى الاب ديالهم، وتيقولوا ان الاخ ديالهم استغل الارض اللي خلى الاب ديالهم، واستغل كذلك واحد البير. تفضل الشريف، انت مباشره على قناه شوف تي في، احكي لنا شنو المشكل بينك انت والاخوه، جوج ديال الخواتات والخوت ديال الاخرين. احنا اربعه الخوت. نعم سيدي. الوالد توفى الله يرحمه. نعم سيدي. خلى البلاد دراب لوكسي قسمناها، ولكن ها حبيجن ماشي كتابيجن، قسمناها كل جوج في 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 قسم. خلى البير على البلاصه كنقولها البحيره، فيها البير، خلى فيها الموتور، خلى فيها هذاك. ومن اللي دار السيد خويا الكبير كان يتصرف مع 17 عام ولا 18، من اللي مات الوالد واحد شويه من اللي قسمنا قالك البير ديالي هو ديال الورثة، راه فيه لا كاف ديال اللي كان بكري ديال الموتور ديال الكاز وديال المازوت، راه باقي فيه لا كاف الآن. وحنا الزيتون ديالنا راه كارم. أنت قلتي لي أن هذا البير هذا كاين في الأرض اللي جات فيك أنت، في الأرض ديالك. أي الأرض ديالي أنا. نعم. على حساب قبل ما نعودوا قالوا لنا دوك اللي قسموا لنا الجماعة قبل ما تعودوا اللي جا فيه البير. جماعة ماشي جماعة. الجماعة اللي جا فيه البير غنعوضو 18 متر، ولكن 18 متر ديال الورثة جامع كاملين، ديال الورثة كاملين. ودابا كيقولك البير ديالي هو في بلاد ديالي أنا، جا عندي البير وكيسقي للناس عباد الله برا. وحنا الزيتون ديالنا راه كارم، كنسقيو بالك التيو ديال الروبوني ولكن ما قاديش. وحنا كنطالبو بغينا حق ديالنا. والطريق من قبل ما نقسمو قالوا الطريق راه غنخليوها من الراس للراس، دخل التراكتور اللي بغا يحرك دخل التراكتور، ودابا راه مسدوها. سدوها خوتي، سدو عليكم الطريق. سدو علينا الطريق. درتو شكايات في الموضوع؟ درنا شكايات. الطريق مشينا عند القايد، البير درنا شكايه للقايد، درنا. ودابا راه حنا في المحكمه عام وزيادة. شحال نتوما ديال الخوت؟ حنا أربعة الخوت وجوج خواتات. يعني شحال النزاع نتوما؟ ثلاثة اللي ضعتوا قلتوا في الحق ديالكم؟ ثلاثة، أنا وخواتي هذي جوجات. أييه. وهو هذوك ثلاثة راهم كيسقيو، دايرين الفاصة، دايرين المزقور، دايرين الزيتون ديالهم خضر وكيجي، وحنا الزيتون ديالنا راه والو هاد العام هاد الحاجة ما كاينش. يعني نتوما اليوم كطالبوا بالحق ديالكم في الإرث اللي خلى الوالد. اللي خلى لكم. اللي خلاه الوالد. كان بغينا حق حنا نسقيو منو. جنا موتور، احنا شرينا موتور، احنا الورثة كاملين. احنا كانوا معنا في الساعة خوتي اخرين، شرينا موتور احنا وخواتاتنا. وانا ديته، انا بيدي ديته بغيت نركبو، قال لي ما تركبوش. قلت لي علاش؟ قال لي البير ديالي. قال هذاك الميكسيان بغى يركب، قال لي لا ما تركبش ومنعو. وعقبنا حيدنا وعقبنا بعناه، بعنا الموتور. ودابا راه كيسقي هو وكيسقي للناس، وحنا الزيتون ديالنا راه كاير. واخا رساله واضحه. اجي يا لاله معنا، اجي اجي يا لاله، اجي اجي يا لاله، اجي اجي يا لاله. اذا مشاهدينا كما شفتوا معنا في التصريح ديال هاد السيد، هذه الاخت ديالو اللي كتقول حتى هي انها ضاعت في الحق ديالها ديال الارث. تفضلي يا لاله، احكي لنا شنو المشكل. السلام عليكم. مرحبا بالصحافه شوف تي في. انا العقوان امينه في دوار العزابه قلعه السراغنه. انا كنطلب حقي في العداله، وكنبغيت العداله ينصفوني، وبغيتهم يعطوني حقي. انا بنت الحق والقانون، ولا كارت مغربيه ونبقى مغربيه، وعاش محمد السادس، عاش الملك. انا مغربيه ونبقى مغربيه، وبغيت الخطاب ديال صاحب الجلاله والدستور ويطبق علينا. احنا في الارض السلاليه ضيعونا، وهذا خويا اللي دوي معايا قال لك انا نعطيك حقك، والاخرين ناكريني في حقي في البوريه. كل عام يحرتوها ما كيعطيونا والو. وحده كتسمى بالغابه كاينه في جنب الواد، نكرونا، كيبيعوا الحطب ديالها كيسرحوا فيها، نكرونا.
والبير نهار بغينا نعودو عوضنا البير خمس هذا 18 متر. مني غادي نعودو نهزو العود اللي جا فيه البير ديال الوراتة حط موطور وكسكي. نهار شرينا الموطور منعنا وترمالينا على البير فيه لكاب وفيه خلاه بانا وبانا مات في 99 وهو دابا 7 سنين باش فرقنا حبيا بهذاك الجماعة ديال الدوار وكاينين شهود وكاتبين بخط يديهم ومعامل الإمام ديال المسجد وهادشي كامل ترمالينا على الموطور وزيتونا كار من الناس كيجنيو في الزيتون وحنا كنجنيو في العواد وفي الورق. لا هذا لا هذا يطبق عليه القانون والحكومه وبغينا العداله تنصفنا وبغينا الدستور محمد السادس ينصفنا ويورينا حقنا. رحنا ضايعين في هذه البلاد رحنا ضايعين وخويا اللي هو اصغر من هذا الاكبر خلينا الطريق ديال الوراثة تدوز من البحيره تخرج وتدخل تدوز منا الوراثة تدوز منا التاكتور وفي الاخر جاب طراكس وسدها علينا قال لك ما تدوش الطريق من وسط بلادي. وولد خويا ما وارثش معانا جاب ابنا وسط الدار ودار لينا الشراجم اللي هما الاجعاج ديالنا الاجعاج ديالنا وشوفوه بعينيكم السلطه. انا بنت الحق والقانون ما بغيش ناخذ حقي بيدي. انا بنت المخزن وبنت محمد السادس. انا ما كان اختلفش القانون. انا كان هضر بصوت العداله وبصوت كل شيء المخزن يجي يوقف معايا. احنا كنضيعوا نهار واحد في شهر 12 ولد خويا كيضالي وجات السلطه جا السي القايد جا الشيخ ووقفوه على الضاله وغيقيدوا ليه المحضر وقالوا لي تسد الشراجم وسدهم بالبريك حرفي. وكنصور داكشي كامل فيديو ديال الضاله وديال كلشي ديال الشراجم ملي كيتسدوا بالبريك حرفي. ومني خلى القايد والشيخ حتى شدوا الطريق مشاو بحالهم ولا كمل الضاله ولا حل الشراجم بالتدريجي. راني مصوره كلشي عندي وهذا المنكر راه ما كيتسكتش عليه. رحنا ولاد الحق والقانون ما بغيناش ناخذ حقنا بيدينا ودير لينا قلت لك هذا الشيء كامل. وانا انا مرت الراجل وبوليداتي ودوميا كيصيفط ليا ولد عمي وكيصيفط ليا واحد ولد خويا اخر ما مجاوش عنده في عمره 28 ديما العاهره لحيه في دين ديما طايحين عليا الهضره ديما الضرب والجرح. عندي هادشي في المحاكم عندي عند الوكيل الملك هادشي في العماله من 2014 هادشي راه عندي. انا بغيت انا درت شكايه باش نشوف سيد العامل وما خلونيش ندخل عنده. عندي شكايات بالعداد في المحكمه عندي عند الوكيل عندي عند القايد عندي عند الجودان عندي ولاو كيعرفوني الموظفين كثر ما كيعرفوني ولادي. هادشي انا نتحمل مسؤوليتي. هادشي كامل اللي كنهضر عليه انا بنت الحق والقانون. انا عارفه انا كنهضر بصوت الدستور وبصوت جلاله الملك الله يخليه لينا عاش الملك. انا بنت الحق والقانون وبغيت العداله تنصفني من هاد الحقره اللي انا فيها. الشراجم راني ما واخداش حقي في داري راني ما واخده حقي في كوزينه لا في مراح لا في بيت لا في حاجه. الزيتون الناس تيجنيو الزيتون حنا جينا نجمعوا الحطب. هادشي اللي كاين وهادشي راه انا محمله مسؤوليتي اللي كنهضر من فمي كله اللي خرجته من حلقي انا متحمله مسؤوليته. انا بغيت العداله تنصفني وانا بنت الحق والقانون وانا الطريق تسدت علينا. بغينا نحرتو دابا الزيتون ونشوفو كنديرو راه حنا شداتنا الغيره اللي كيجنيو الزيتون وكيطحنوه ما لقينا منين ندخلو. قالك لا الطريق ما تدوش من وسط بلادو بلا خويا اللي اكبر شاد الارض ديال جوج خوتي واحد في فاس واحد راه كاين في عين حروده شاد لهم الارض ديالو كيستغلها وراه كينجح لهم في النقله ديال الزيتون وكيجيو يدوا حقهم. انا واختي وخويا اللي معايا دابا رحنا نكرونا في بلاد البوريه. خويا هذا معترف ها هو كيسمع معترف في دراب العقشي قال لي نعطيك انا حقك بغيتي فلوس نقسمو. قال لي رحت قاسمين على اربعه وتيا انا دايزه مع جوج واختي الاخرى دايزه مع جوج الاخرين بلا ما نذكر الاسماء. وهادشي راه وكاينه البحيره هذيك الغابه راها كاينه في جنب الواد هذيك حتى هي تستغنى علينا منها. كيقول لهم لا ما نعطيهاش راه سيدنا عطانا والله يخلي لينا مالكنا بلا هو اللي نصفنا من هادشي والخطابات ديالو وقال لنا اش كيجرى. ولكن راه ما كاينش معامن هاد الهضره راه نقولها ونعاود نكررها راه ما شنا والو
راه حنا عييت بالطلوع والهبوط، وعييت بالمحاكم، وعييت بالوكيل الملك، عييت انا، وعييت لجودان، وعييت القيد، وعييت العماله، هما يشهدوا عليا شحال من مره كنمشي عندهم. راه كل من الموظفين تيعرفوني بلا كنجري على حقي الوراثه، راه الركاب اللي كيهزوني كيعرفوني واش انا كنجري على الارث، وخويا كيقول لهم لا هضره طايحه، انا لا كانت هضرتي طايحه طيحوني كامله، انا اللي نتعاقب. وكيصيفط لي ولد خويا اللي دار لي الشراجم، هو كيضالي، والقيد واقف، والشيخ واقف، وجا ولد خويا اللي ما مجوش لا علاقه به، وهذاك اللي كيضالي وراه واقف معاه السي القايد، راه غيدير ليه المحضر اليوم اثنين، وراه غيعطيني الرقم للمحضر باش نتابعو حتى هو لا لقيت شي حاجه. ومره كاينين معايا جوج مصريه في الدوار، راه واحد انا تابعه الصحافه وهو تابعني بالموطور، تابعني حتى الجماعه هكا كيصيفط ليا، فين ما مشيت تيصيفطوا ليا بنادم. ما خديتش حريتي انا، ما خديتش حريتي انا، مجوجه عندي اربعه الابناء، وراني ما خديتش حريتي مع خوتي ومع السماسريه اللي هما معاه. انا نقول لكم، لا بغيت نقول لكم الاسماء ديالهم ولكن ما عنديش حق نقولها. انا حافظه وانا عارفه الحق والقانون، وما ناخذش حقي بيدي، وانا بنت الدوله المغربيه، وعاش الملك، وبغينا يطبق علينا الدستور اللي الخطابات اللي خطب سيدنا ملكنا محمد السادس، كل شيء طبقوا علينا وعطانا حقنا، والله يرحم ليه الوالدين والله يخلي لي صحيحته. بهذا النهار انا كنشكروا راه سيدنا وملكنا، راه ما ضيعناش في حقنا، ولكن راه خوتي الوالده ضيعوني ثلاثه يسقيو وثلاثه لا، واش راجم هما الضرار ديالي، راني ما كنعش. راه لا انا خليت بقعه 50 متر باش ندير فيها جوج شراجم، استغلالها ليا هو، ماشي وارث معانا، ما نحطوش معانا في الحاله المدنيه. وخويا تيقول لي سير عند المخزن عطاك شي حاجه شديها، وولده اللي دار لي الشراجم كيقول لي خسارتك في الجيب. انا ما عندي حتى ريال، انا ما نكسب ما نعلم، انا باغا نسكن في ارضي وفي بلاد بويا وبنيته، وخسرت في رزق اولادي، واليوم ما صورت حتى حاجه. انا كنطلب بحق العداله، بصوت العداله، وباسم محمد السادس اللي عطانا حقنا، وعاش الملك وحنا شعبه. وراه هادشي اللي كنقولوا راه كله حق، كله على حق. وانا كما انا المهم ما نكذبش عليكم، راه انا عييت بهاد الشكايات وهاد الملفات، انا راه عندي ليزستر عامر كله شكايات، عدت شي عشرات شكايات في المحكمه، واللي مشيت تنقلب عليها تلقاها هبطت الحفظ. ومني كنعيط للمحامي تيقول لك السلام عليكم وسمحوا لي، يلا الله يعاونكم. إذن مشاهدينا كما تابعتم معنا في هذا المباشر من ضواحي قلعة أسرغنا، وبالضبط من جماعة السيد الحطاب دوار العزبة، كما شفتوا معنا هاد الإخوة الورثة تيقولوا أنهم ضاعوا في الحق ديالهم اللي خلى الأب ديالهم من طرف الأخ ديالهم الأكبر أو الإخوان ديالهم. إذن متتبعينا إلى هنا نصل إلى نهاية هاد البث المباشر من ضواحي قلعة أسرغنا من جماعة السيد الحطاب، إلى اللقاء.